معبية شوية، كلمة مش غلط ومش وحشة، دي كومبليمون يعني معباية، يعني أنت زي ما قلت لك مش ممسوحة مسح، وإنما جسمك معبي ودي حاجة كويسة. إيمي تعجبت منها جدا. طب أنت شايفة جسمي وعارفة أن أنا مش يعني ولا وزني زايد ولا حاجة، وزني أقل من طولي وبحبة حلوين، استغربت حش وطفاصة ومذكوعة والحاجات الكتير دي. الله يا حبيبتي، أهمها كله على الأكل، يعني عايز تغري نوليا جيب لها حلة، طقم بهارات، مش ممكن كل موضوع نوليا بتتكلم فيه على الأكل، لازم تطلع من المطبخ شوية. ماشي عدوها.